قلبي انه غادي ندي معايا زهري باش نصفيها لك هذيك صافي. البنت كسوغا هادشي هذيك البنت كسوغا تصفيوها لا اخويا بدر ويلي يعني كون صدق داكشي كنت صفو وبحال اش هتوقو الصو اللي درتيه بس اخويا اخويا ربي يسمح لي بس على القران اخويا بلتي على القران اه ضروري يطلبوا منك هادشي ضروري يطلبوا منك هادشي باش وحاليا انك ما تتامنش انت حاليا مشرك يعني مشرك بالله يعني ما تتامنش بالله اه اللي تتلفوا الحوايج من بعضياتهم والمشاطي ديال الشعر هادي اخويا بدر هادي هي اقل حاجه شي اقل حاجه اخويا بدر هي تعطي حوايج اقل حاجه هي تعطي حوايج يبا الى نطي السلام عليكم بغيت نقول لك شكرا بزاف مادام وصلك هذا الفيديو هذا الا وانت من الناس الاوفياء ديال هذا البرنامج وبلا شك انه تعجبك ما تنساش انك تخلي جيم وكومونتير وبارطاج وبالنسبه للناس اللي عاد جاوا جداد وغيكتشفوا هذا البرنامج هذا مرحبا بكم معنا في العائله ديالنا وان شاء الله هذه العائله تزيد تكبر وما بقى لنا والو باش نوصلوا جوج المليون اللي مازال ما مشاركش يشارك وعلى الاقل خليونا غير المدينه ديالكم باش نعرفوا شكون هي اكثر مدينه عزيزه على هذا البرنامج هذا السلام عليكم واش بيا وقلت لي صافي ان شاء الله مع الجمعه كتكون عندي قضيه زوينه نتعرف شو معاه ان شاء الله غادي نهضر مع بعض مرحبا اليوم لينا الشرف انك تدوز معنا وانا صراحه نقول لكل زادمين والناس اللي تتفرجوا كل شيء راه متشوق يسمع قصتك عبد الحميد تفضل اخويا عاود كاع داكشي اللي بغيتي علاش نسمعوك عبد الحميد وكل شيء برك على الجيم وبارطاجي وخلي شي كومونتير تفضل خويا عبد الحميد الله يحفظك اخويا بعد الله يسالك المهم لا تقطع المهم لا تقطع الخط ماشي مشكل صافي واخ الا تقطع الخط مره اخرى ان شاء الله ونهضر مع اخويا لا ما يمكنش نكملوا من راسنا عبد الحميد راك لحظه المهم قلت لك على الحساب كنت خدام تكونوز فاش كنتي خدام كنت خدام اخويا في الكونوز تجبد الكنوزه اي عاودنا خويا هاد القصص شوف انا تيعجبني نسمع هاد القصص وحتى الناس يعجبهم هاد القصص حنا بغيناك تعاودنا من الاول كيفاش كانت اول مره الحوايج اللي دازو المهم تفضل عاودنا من الاول اخويا عبد الحميد واخا اخويا واخا كنت خدام في الكونوز وكنتمنى من الله كاع اللي كيسمعنا كنتمنى من الله يا ربي حتى واحد ما يدير بحالنا باش ما يطيحش في هاد الندم اللي حنا ندمنا فيه عشان من فضلنا كنت خدام اخويا في الكونوز اول مره غادي نتعرف اول مره غادي نتعرف على واحد السيد باش نتعرف عليه كنت خدام مع اخويا في خدمه عاديه في التجاره عاديه خدام معاه في التجاره عاديه وبقات هضره دايره بيناتنا بحال ما هكايا كنت هبطت واحد الخطره هبطت عندي للبلاد هبطت للبلاد وقلت لي يا ودي راه هبطت البلاد ولقيت شي لقيت شي علامات ما علامات انا ما على باليش هو بانه هو تيخدم في الكونوز هذاك السيد اللي خدام معاه انا ما على باليش هو راه حريفي بحالي صافي تصدمني هو قال لي الا كان نديرو شي وقيته ان شاء الله ونهبطو نشوفو هادي قلت لي واخا مرحبا ولقاني انا في ذاك الدومين زيت عليا بزاف لقاني ضربو في واحد تلاحيت لذاك الدومين وانا صغير اللي ما انا ما خاصنيش نتلاح لذاك الدومين تلاحيت لهذاك الدومين ما خاصنيش نتلاح ليه وصدقت من هذاك الدومين صدقت لاقي راسي انا لقيت راسي تلاحيت حاجه اخرى خدمه اخرى قلت لك اني مشيت اخويا مشينا للبلاد هبطنا للبلاد ضربنا دويره تما اخويا صافي صورنا واحد البلاصه تما صورناها شفتنا لواحد السيدة أخويا كيدير لها الخبرة تيدير لها الخبرة أي بحالاش هاد الخبرة حيت الأرض ملي كتصورها وكتصيفطها للفقيه هو تيدير لها الخبرة وأنت كتعطيه السمية ديال مول الأرض سمية مو ديال مول الأرض وكتعطيه ديك التصورة هو تيدير لها الخبرة وتيشوف واش فيها الكنوز ولا ما فيهاش تشوفها واش عامرة ولا ما عامرة
سيفتنا لي اخويا بدر، ولكن كاينه عامره فيها ثلاث امانات كبار يا اخويا بدر. درجات الجي سي بي الا جيتي تما تراكس تسكت لك في الطريق. ويلي دابا كاينين ثلاثه ديال الكنوزه في ديك الارض. مرصوده اخويا بدر، مرصوده يعني تيكون حارسينها للجن. حارسينها بزاف. وإلا بغيتي تجبدها خاصك تدخل فيها السلطة، وخاصك على الأقل واحد تصدفقها باش يكونوا واقفين صح. يعني ماشي كتلقى بحال اللي قلتي، ملي كنقول لك ثلاثة الأمانات ماشي كنقول لك ثلاثة الأمانات شادينهم غير قلتي جروب ديال مثلا الجيم. كل أمانة كتبقى شادينها جروبات، كل واحد بوحدو. يعني كتلقى عائلات اللي كتلقاهم حارسين داك المكان. ايه صافي اخويا بدر، مني شفنا داك القاضي بحال ما هكاك اخويا قاصحه علينا بزاف راك عارف، وانا عندي غير فقيه واحد اللي كنخدم معاه بزاف. شفتي شي حاجه قبل؟ جبدنا اخويا النقطه، راه كاين واحد فينا تقاس، واحد فينا حاليا دابا باقي كوما، باقي كتفو حاليا متيحركوش كاع نهائيا. كاع مشيتي قبل على الكنز ولقيتو غير النقره، ما لقيتوش لا ذهب لا والو؟ لا ما لقيناش دابا خويا، لقينا النقره. حنا كون صحابينا غادي نلقاو النقره، ما نخدموش عليها. واخا ما عرفتش شنو يقولو حتى، واخا يكونوا لا كبد ديال النقره وما نخدموش عليها. حيت سمعت واحد ما عرفتش واش المعلومه بصح ولا لا، بان الكنوزه ديال النقره تيكونوا اصعب من الكنوزه ديال دابا. تقدر تجبد الذهب وما تجبش النقره ياك. انا دابا جاي لك الهضره، لدرجه الى لقيتي غير خاتم ديال النقره ولقيتي كميه ديال الذهب، هذاك الخاتم الله اكبر اللي ساهل، وما تقدرش تجبدو على ديك الكميه ديال الذهب. فهمتك. حيت دابا النقره ملي كيكونوا الليالي وداك الشيء هما تيتخباو فيها وتيوقعوا بزاف وتيولدوا عليها. ما يقدروش يعيشوا اللي تيولدوا على تيولدوهم على النقره. تيولدوا عليها بزاف كاع بزاف كاع بزاف بزاف، وما يعطيوهاش لك ما يعطيوهاش لك. صافي من ديك القضيه قاصحه بحال ما هكاك، وانا راك عارف انا يلاه بادي ديك الساعه. صافي رجعت في حالتي للدار. صافي بقيت غادي كل ليلة كنخرج مع الفقيه، مع الدراري، ما كنخليه فين كنمشي، ما خليتش يمشي للشمال، ما خليتش يمشي للصفر، ما خليتش يمشي لجميع البلايص. مشيت ليهم جميع البلايص، اصفرو هي الاخر، اصفرو خالي اصفرو حاليا، ماشي بزاف باش مشيت ليها، فيها امانه صحيحه. صافي اخويا بدر، قلت لك مني رجعنا لديك الرجعه. صافي انا وليت كنخرج على بالليل اكثريه، تنخرج بالليل، تنخرج نحفر في الروضه. ويلي تنحفر. كنتو تلقاو بعدا شي حاجه ولا ما تلقاو والو؟ خويا شنو نقول لك، ما كنضربوش حنا بالسكانير، كنضربو بلابارا. ملي كنضربو بلابارا بعض المرات كتعطينا وبعض المرات ما كتعطيناش. ملي كتعطينا ملي كنحفروا كنلقاو غير العظومه. من الانسان كيموت تيولي فيه واحد المعدن بحال الذهب. ملي كنجبدنا ماشي مره، ماشي جبدنا العظومه كنقلبوهم كيبان لك بحال الذهب فيه داخل العظومه. بنادم تيولي بحال الذهب منين تيموت؟ كيولي فيه واحد المعدن بحالي قلتي مزيت. أها. قلتي غير مقلوس واحد شوية المعدن، كيولي بحال دابا العظم ملي كيقدام تيولي بحال المعدن شوية. أييه. أها. صافي ما خليت أخويا بدر فين خدمت، ما خليت يا ربي تسمح لي، ما خليت روضات، ما خليت دخلت للمداخل، دخلت للغيران، دخلت ما خليت فين مشيت. صافي اخر خرجه اللي كانت ليا فيها، وهي هذيك اللي كنت غادي صافي، يا اما الموت يا اما الحياه. صافي هذيك اللي قلتي لي صعيبه، اي مشيت للجديده. لا رجعت للجديده. اها. مشيت اخويا الجديده،
تخيل انا ما على باليش بانه واش غادي ندخل لواحد المدخل. تعيط لي هاد السيد هذا صاحبي اللي كنت خدمت معاه في التجاره هذه، قال لي يا ودي راه شي ناس غادي يدوزوا عندك او تحمل سميتك اللي راه غادي يدوزوا عندك. قال لي الصباح ان شاء الله تكون في واحد القهوه معروفه ديك القهوه. قلت لي واش كتعرفهم؟ قال لي لا ما كنعرفهمش. قال لي ولكن واحد السيد هو اللي متوسط ليا بهم. قال لي راه خاصنا شي واحد يحفر مزيان. قال لي راه غادي تمشي معاه. قلت له واخا مرحبا. انا اللي جا براني كملي كل نوعه. انا ما كان عندي انا كان عندي الخوف 100% لدرجة وليت كنخرج بالليل ما بقاش عندي الخوف. وليت لدرجة بالليل تقدر تصيفطني فين ما صيفطتيني ندخل بالليل ما عنديش مشكل. بقاش عندي خوف نهائي. صافي جيت ديك الصباح مشيت اخويا لعندهم ريحت في القهوة. حتى شي واحد فيهم ما كنعرفوش اخويا بعدا. تخيل مني جات الطوموبيل هزتنا واحد بقى في القهوة ما بقاش. ومشينا حنا ثلاثة انا اللور وجوج انا اللور مشينا اخويا بعدا نهبطنا حتى للرباط باب الحد. سينا خويا واحد السيدة زهرية هبطنا خويا الجديدة هبطنا ليها. تخيلوا سمو يكب الله. تخيل أنا غادي أنا غادي ودخل لطورت وتنقول ما كرهتش كون حبس لي هنا ننزل في حالتي. حسيت بشي حاجة ماشي هي هذيك. واخا نوقف اسمح لي قلتي واحد الهضره ديال دينا واحد البنت الزهرية يعني بخاطرها بكل شيء ولا لا؟ ماشي بخاطرها هي. عيطنا عليها من هنا من القهوه عيطنا ليها. عيط لها السيد قال لها ودي واش دير احنا جايين عندك. قالت لي لا ما نقدرش نمشي اجلها تعكسات لينا. تخيل هو غادي معنا في الطوموبيل وغادي وتيقع شدها بالزز باش شدها وهي عارفه فين غاده فاش طلعت في الطوموبيل وقالها ليها وقال ليها انا جيتك بزز منك ما بغاش تمشي. ذهب بزز منها ما بغاش تجي لدرجه حنا وقفنا في باب الحد كنتسناو فيها ما بغاش تخرج لينا. تهبط هويا من الطوموبيل وشد ليها في ليها وبدات يقرا باش ما ديرش ليه الشوه تمايا في الشارع. وكان داك النهار نهار الحد باش الزينه ماك عارف الشارع تيكون عامر. وديناها اخويا باطر بزز باش ديناها وهزها وركبها في الطوموبيل وتمينا غادي. تخيل حنا غاديين وتنقول يا ريت كون حبس ليا هنا ما نعاودش نرجع لهذا الشيء كامل. حسيت بشي حاجه غتوقع حسيت شي حاجه اخويا باطر ماشي هي هذيك وكي هي هذيك. صافي كخويا باطر ما قدرت نصبر. عطيت السيد ملي كان مع شي واحد الكلمه صافي كنكمل معاه ما تنبقاش من اخويا غاديين. ويتنقص ديك الزهريه ويتقول لي شوف راك غادي تدخل الدرجه الاولى. قلت لي الدرجه الثانيه الدرجه الثالثه. قالت لي غتهبط على الحجره غتخويبك. انا فين داد معايا الزايد لدرجه وليت كنقول يوقف ليا فاش ما وقف ليا نهبط انا لدرجه انا براسي بغيت نهبط وما قدرتش نهبط. صافي قلت لك مني سمينا غادي في الطريق وهي تقول لي ويتنقز ديك الزهريه. قالت لي راك غادي تدخل الدرجه الاولى الدرجه الثانيه الثالثه غتلقى واحد الحجره صفيه. صيفطوا الناس ديال اللي تتعرفهم يتفرجوا في الحلقه هذيك الحجره كتكون انت تعرفت عليها تقول عاديه هذه صحيحه عاديه ديال الارض. هي خويا راه مني كتعرفت عليها دايرين فيها بحال شكل واحد واحد الجعبه ديال الحديد ديال الحديد دايرينها فيها. ولا عرفتي عليها كتقلب ولا تقلبت وتحصي كتلقى دوك مسامر دوك القطبان هذاك هو الفخ. ايه سمعت بان تيكونوا افخاخ فيهم داكشي الروماني ولا شي حاجه.
بيت سمعت فين اخويا بدر مشيت للسمايا صافي بالليل لا مشيت في الصباح مشينا بالنهار مشيت بالنهار باش نشوفوا داكشي وعلى اساس باش نخدموا ديك الليله اييه مني مشينا اخويا بدر لحقنا تمايا قبل ما نلحقوا غدا السيده كتزيد تعصبني انا بداك الهضره اللي كتقول انا ملي كنبغي نخدم شي خدمه ما خاص انسان يقول لي شي حاجه نهائي صافي انا كنبغي نخدم ما يكون معايا غير فقيه يكون صحيح محصن ويكون حتى انا براسي نكون محصن ويزيد يحصن دوك الناس اللي خدامين معايا وتي شي واحد يقول لي لهادي لهادي ومني تكون خدام خاصك تهضر وما تفلش فيك شو ما ديرش ما تفلش فيديك خاصك حيت كاين اللي كيحفر كيبغي يتفل فيدي كيبغي يشد فاس هذاك غلط كبير هذاك اللي تفلتي فيدك عارف راك صافي بشيتي هيدي قلتي كتفل عليه صافي اخو بدر مني تمنينا غادي من هنايا والسيده كتقول لي شوف راك غادي توصل تمايا راك غادي تدخل هذه اول حاجه الحطية ديال الحجرة قلت لها واخا ماشي مشكل قلت لي راك غادي تدخل وقالت لي قبل ما تدخل قالت لي غادي تهبط معاك بوطة ديال الكاز بوطة صغيرة كاز وخشية ديال النخالة قلت لي حيت كاين السم علاش بوطة كاز وخشية ديال النخالة حيت ملي كتحفر وكتقرب من داك الكهف ملي كتقرب من داك الباب ديالهم قبل ما تقرب للباب ديالهم كتخرج واحد الريحة خانز هذاك ماشي ريحه خانز هذاك سم كيتخنق بنادم يعني لك كنتي مدخل معك بوطه لك كنتي مدخل معك بوطه ديال الغاز كتقتل السم هي والنخاله صافي انا داك الشيء ملي كيبان لي داك الشيء بين عيني هي كدوي تخيل هي كدوي وانا كنشوف داك الشيء بعيني انا غادي وتقول شي ما انا الطريق خصني نرجع فيها ما خصني نزيد نطول صافي خصني نرجع خصني صافي كيت اخويا بدر غير بزز مني ودار الله الحمد لله بعدا ما توفيش في ديك البلاصه صافي اخويا مشيت لعندوك الناس طيحنا دخلنا عندهم صراحه رحبوا بينا حطوا لنا واحد تبارك الله واحد الكسكسو ما خلو ما حطوا لنا تبارك الله اللي عندهم هذا الكنز هذا اللي وراكم الكنز مالين هاد مالين هاد الكنز هذا هما اللي حطوا لنا هاد البركه هادي ايه حيت هاد الكنز هذا جا عندهم في واحد الفيرما وفي ديك الليله فاش بغينا نفطروا تعكست لينا الخدمه وبغينا نجيبو طاكس لاكس تا هي مولقيناش درجه تعكست الخدمه ديال بصح بقينا بغينا نكتبو بوجيات ما كاينش صافي تعكست الخدمة أنا عيطت على السيد صاحبي الفقيه قلت ليها شنو كاين قلت ليها لخويا بس قال ليا نعم قلت ليها اللي وقع قلت ليها راه مشيت للبلاصة الفلانية قلت ليا شنو كاين قلت ليها البلاصة فين مشيت هالبلاصة فين مشيت وأنا مازال خدمتش عليه حتى شي حاجة هو عارف إلا مشيت لواحد البلاصة عارف ولو واخا انا نمشي لواحد البلاصه وما نقولهاش ليك كنلقى وسط الخبر وما نقولها لهم صافي خويا بدر عيطت لي اخويا بدر عيطت لي قلت ليها اللي كان اللي كاين قال لي شوف قال لي خرج من تمايا وشد المركب ورجع في حالات قال لي خرج من تما ورجع في حالات قبل ما نخرج من تما جا واحد الدري من الدار البيضاء جا في التران لحق علينا لديك الفيرما دخلنا اخويا هو ديك الفيرما تخيل شحال حفر يا اخويا بعدا 4 متر خرق و 3 متر طول ما حد هو تيحفر و تلقى الدروج وما المشكله جاب الله بعدا دينا هاد الزوريه هادي وراتو الطريق الغلط والطريق الصح دابا الزوريه باش توريهم غير الطريق ديجوا
كتوريهم وكتقول لهم شنو كاين لتحت، تقول لك شنو الكيلوات وبالسنتيم حتى شي حاجه ما كتسجل، كتقول لك عندي كاين عندي كاين كلشي. كاين انا خويا بدر كاين ثلاثه البيوت، واحد اللي مسلم واحد اللي تسلم ليهم، وجوج ديال وجوج بيوت ديال اليهود ما بغاوش يتسلم. انا صعب الصراحه طلع لي الدم. كنتي تتحفر معاهم الخدمه ديال الحفار؟ حفير اخويا بدر، حفار حفرتوا البيت اللي فهمت، حفرتوا البيت الاول لقيتوا فيه الكنز وعطاوكم الكنز الاول هو بدر. باقي ما حفرناش ديك الساعه البيت الاول. اها ديك الساعه باقي ما حفرناش البيت الاول. يلا بغينا نجيبوا ديك الساعه الماتريال، وداك الدري اللي جا من الدار البيضاء هو اللي حفر 4 متر غرق و3 متر طول. ديك 3 متر كنحفرها ودار على نيشان، على نيشان القبله. كنت دخل في البيت واش ديك 3 متر مش على نيشان، على نيشان يا خويا هو حفر ديك الحفره ومشى على 3 متر مشى بها طول. كان غادي يطرق السلم نيشان، هو ما على بالوش بانه تما كاين السلم. حجاب الله بعدا مشات معنا ديك الزوريه وقالت لي اشنو كاين دي، راك انت راك حفرتي وديري لي فخ. فين ديري لي فخ؟ على اساس دوك الدرجات، دوك الدرجات هما اللي غادي نسم. الا بنادم ملي كيحفر، الا بنادم ملي كيحفر ماشي يرد بالو تيقول لا هاد الدروج هادو تا هما راه فخ، لا تيقول صافي غير كنلقى الدرجات خاصني نكمل. اشنو كيقول بها؟ تيقول صافي غنكمل هاد الدرجات حتى كنلحق الاخر ديالو غنلقى البيت. لما دوك الدرجات اخويا بدر غير فخ، دوك الدرجات غير فخ. فهمتك. كتبان لك الكتاب بيقول لك دوك الدرجات ديال المدخل. صافي السيده قالت لي شنو كاين، قالت لي هاد 3 متر اللي غادي تحفرها لهاد الشيء رجع وحفرها لهاد الشيء. صافي انا صافي طلع لي الدم، صافي بغيت نرجع في حالتي، بغيت نخرج. تخيل الماكله هي الاخر، الغدا هو الاخر، ما تغديتوش على خاطري، بغيت غير نخرج نمشي في حالتي. هادشي في الليل ولا في النهار فاش حفرتو؟ فاش بديتو الحفار؟ حفرنا خويا راه جاي راه قريب يطلع من الحال، يطلع من الحال ديك الساعه. ومعاك انا داك اللي عنده في الفيرما تقدر تحفر حتى نهار وما عندكش، ما عندوش هو ما عندوش المشكل. صافي اخويا بعد صافي تعكسات داك تعكسات داك ديك الخدمه كامله، تعكسات لينا مره كاع، تعكسات وكشاو معانا جوج فوقها، هما راه جوج فوقها كل واحد والخدمه ديالو. واحد داير على اساس ديال الطريق، تيحرس الطريق باش حتى واحد ما يدوز وتيحصن، وواحد مكلف غير غير بذاك المداخل والجيل. صافي اخويا بعدا قلت لك مني صافي تعكسات الخدمه، صافي رجعنا في حالات، صافي رجعت اخويا بعدا في حالتي يعني انايا. صافي عييت من داك الزبل هاشاك، كرهت راسي حيت لحت راسي وانا صغير لهذا الميدان هذا، وتكرفصت فيه وما خليت فيه نخرج بلي، لدرجة موني نطاك يشوفوني خارج بلي تيعرفوني فين غادي، مبقاش كاين يقولوا لي لا فين غادي ولا فين جاي ولا. صافي تيشوفوني هاز، غير يشوفوني هزيت الصباط درتو في الصاشيه تيعرفوني فين غادي. صافي يعني كيعاودوا معايا. صافي خويا بدر كنت رجعت في حالتي، صافي هضرت مع داك السيد كثير اللي كان قال لي صافي، قال لي مزيانه مني ما لقيتوش تمايا وما كملتوش. قال لي دخلنا لك بالله، واش انت عارف راسك كاينين ثلاثه البيوت؟ كاينين ثلاثه البيوت وكاينين مواليهم، موالين ديك الفيرما ساكنين تمايا. قال لي لدرجه قال لي يكون غير حفرته وقربتوا للبيت، قال لي حتى شي واحد فيكم ما يبقى. قال لي حتى شي واحد فيكم ما يبقى، قال لي
صافي مني قال لي ديك الهضره صافي كذب عليك صافي زعفت انا ما بقيتش حتى باغي قاعد هو كاع ما بقيتش باغي نخدم معاه صافي مليت من هاد الخدمه ديال الكونس اخويا بدر حيت تكرفت فيه بزاف في البرد في الصيف الليل كنسافر اخويا بدر كنخسر فلوس كنخدم وكنجمع وكنمشي نخسر عاوتاني غير في الليل في الطرقان ما هو ما كنستافد هذا هو المشكل ما كنستافدش الامانات الكبار اخويا بدر الا بغيت تجبدهم يكذب عليك الكاذب أمانة أخوي الكون وقذاب حاليا إلا بغيت تجبدهم خاصك أخوي تقتل شي برد شو دير؟ خاصك ضرورة أخوي شي تبيعة كيف شي تبيعة؟ بحالاش؟ ضرورة أخوي شي زوري يعني تصفي عليه ضروري باش تاخدك الكاس ضروري شي دابا حاليا دابا دوك يكذب لك كذب اخو بدر ويقول لك كاينين كونوز دوك الامانات الصغار باقين حتى شي حاجه ما بقات حاجه وحده بقاو غير دوك الامانات الكبار ديال المداخل بقاو غير المداخل هما اللي بقاو صافي انا من شطراسي داك الشيء انا ماشي حتى ديالي داك الشيء باش اطنو تدي سوري ولا شي حاجه انا ما داخلش ليا شي راسي انا في حاجه وحده كانت عندي الفكره ديال راسي صافي نخرج نخدم الكنوز استفدت شي حاجه صغيره مرحبا استفدت كنرجع في حالتي هادشي اللي انا ما كانش عندي داخل بانه غادي ندي معايا زوري باش نصفيها لي هذيك البنت كشو غتصفي ولا اخويا بدر ويلي يعني كون صدق داكشي كنت صفيها ليها تخيل داك الشيء تعكسينا كلشي تعكس انا داك الشيء كنقول لك اخو الشيء كنقول لك اخويا بدر ما صفيتوهاش ليها لا رجعنا لا رجعت حتى هي ما كما قاسوها كنتي قادر انك تصفيها ليها حتى لهالدرجه خو بدر تنقول لك انا غادي وتنقول لك راه تنقول لك انا غادي معاهم وتنقول لك يا ريت كون حطوني غير هنا غير باش ما نطيحش معاهم في ديك المشكل ما بغيش نطيح معاهم في داك المشكل مني ساقيا انا السيد صاحبي الفقيني ساقيا صاحبي الخبار دار لي حال على داك دار فيا واحد الدوره اللي ما تخيلش كاع وهو التسخين هذا اللي انا كنخدم معاه ما كيديرش هذا الشيء ديال الزهري صافي هو تيخدم غير خدمته صافي عادي ما كيدخلش هو الزهري كاع نهائي حيت كل واحد هو ميد ديالو حيت الشواد هو اللي كيدخل الزهري هذا اللي مشيت معاه انا شواد صافي قلت لك اخويا بدر صافي عييت من داك الميدان ما بقيتش حملتو مره كاع صافي كرهتو كرهت داك الميدان وكرهت اللي ما يجي منه صافي اخويا بدر قلت لك واحد الليله اخويا بدر صافي زعفت ديك الزعفه اللي زعفت صافي رجعت للدار اخويا بدر ما كان تنقول لك شي 3 ايام اخويا بدر ودست عليا بالعذاب العذاب دست عليا بالعذاب اخويا بدر علاش احلم ماشي هما هادوك مني مرت بزاف خويا بدر انا خرجت على راسي صراحه ما كانش عليا ندير واحد الطقوسات اخويا بدر صدقت انا دايره صافي خويا بدر كذب لك مني شفت راسي اخويا بدر ما استفدتش اخويا بهذا الشيء ديال الكنوز صافي ما عرفتش كيفاش تلقيت راسي تلاحيت لهذا الشيء ديال السحر صافي اخويا بدر واخا حكينا معايا الاول كيفاش بديتي كيفاش جات الفكره شنو درتي صافي ديك الليلة اخويا بدر مني كنحلم دوك الحلمات ماشي هما هادو عاودتهم السيد حيت السيد صاحبي مثلا خبي عليه قلت لك حتى شي حاجة حيت الوالد عندي زهري جابد ثلاثة المرات هو تيجبد الكنوز ولكن ما مستفدش منه والو الناس اللي كانوا كيخدموا به هما اللي استفدوا هو اللي كنت يجبد بداك الشيء
داك الشيء انا يا صافي تلاحيت لهاد الميدان هذا عاوتاني من الشتراسي ما خدامش ليا هاد الميدان تلاحيت اخويا السحر انا عشان نقول لك راه كات كيعياو معايا ما يصونيو ليا والو ما تنبغيش نجاوب بعض المرات صافي قلت لك اخويا بدر قلت لك ديك الليله فاش حلمت دوك الكلمات صافي عاودت من السيد قلت لها اللي وقع اللي وقع وانا ما كنت هي كاع نقول لي راني راه هذا خرج ليا وهذا اللي خرج ليا وهذا اللي خرج ليا حتى كيخرج ليا خو بدر داك الشيء بالليل داك الشيء تيقول لي خو بدر ديك الطريق اللي غادي فيها راه ما عمرك ما تستافد فيها واخا ما عرفتش شنو يكون بحيلي قلتي هزوني من حيدوني من الميدان ديال الكنوز باش انا نتلح الشعوات عذبوني ديال العذاب ديال العذاب بصح اللي تعذبت فيها خو بدر مرت فيها ديال بصح صافي انا يعني بلا ما نخبي عليك اخويا بدر صافي مني في ستراسي ما استفدتش في الكونوز اخويا بدر درت واحد الطقوسات ديال نتلاح على الشيء ديال الشواله وبحال شي طقوس اللي درتيهم بلتي اخويا ربي يسمح لي بلتي على القران اخويا بلتي على القران اه ضروري يطلبوا منك هادشي باش وانك خاصك في ديك الليله خو بدر هادشي اللي طلب ليا في ديك الليله هادشي اللي طلب ليا ودرتهم تنقول انا تنشوف كنقول في عقلي تنقول تقدر تصدق تقدر ما تصدقش هادشي اللي كان عقلي انا فيه صافي ملي درت مع خو بدر صدقت بصح انفو بلتي على القرآن شنو؟ اه بلت اخويا على القرآن وشركت القرآن بسم لي وكالناس لي نفرشو تحت فراش عندي صافي حتى مني وليت دردك الطقوس حتى وليت نزيد مني جيت نشوف لقيت راسي اخويا بدر وليت كنخدم مع عباد الله انا راه كنهضر معاك بحال كان داز معنا محمد قال لك قبل ما تيدي تيطلع فاش يكونوا دوك الطقوس تيبقى يبان ليه شي واحد تيبدا يهضر معاه تيقول له شنو خاصك دير على الشروط خاصك ما تجلس ما تدوش المده ديال شي مده انت شنو اللي فرضوا عليك في ديك المرضى اللي مرض ندوش هو الاخر ما ندوش الوضوء كنتوضا بالمقلوب كنعيب الوضوء وما حدي انا كنعيب اخويا بدر في الدين ما حدي كنعيب في الدين حتى داكشي كيتسد عندي وانا هذا المشكل ماشي تقول قديم في هادشي ماشي تقول جديد في هادشي يعني ما كاملاش تقريبا جاي شي عامين دابا باش بديت هادشي يعني مني جيت لقيت راسي يعني كنت كنخدم بقل الثمن وليت كندخل واحد المبلغ اللي ما تخيلش اخويا دراجه كندخل 3000 درهم 4000 درهم في النهار كاين نهار اللي ما نخدمش يعني فلوس كاينه يعني ما بقايش السيد صاحبي انا حاليا بعد المرض كيصوني ما كنجاوبوش يعني ما يعني حتى شي واحد حالي ما عارفنيش اشنو كنت كنت نخدم غير مع الناس البرانيين واخا نمشيو بالتدريج المهم قلتي فرضوا عليك انك ما تدواش انك تبول على القران استغفر الله وانا كنت النهار الاول اخويا بدر فاش خرجوا ليا كي داير قالوا لي ديك الميدان تقدر نقول لك كيفاش خرجوا لك كيفاش خرجوا لك الشكل ديالهم واش نقول لك اخويا امراه عاديه تقول هذه امراه عاديه تشوفها تقول شوفها في السنقه تقول يا اخويا ماشي هي هذيك
مرا عادي، تنقول لك مرا عادية عادية عادي. شوف هتقول تقول تقول شي وحدة من العائلة عندك. بحال بنادم. اه بنادم صاحبي، بحال بنادم صاحبي، تنقول لك بحال بنادم. اه عادية عادية صافي اخويا. بعد خرجت عندي قالت لي داكشي اللي غادي فيه راه ما عمرك ما تستافد منه. على الكنوزة. اه على الكنوزة. هنا فين هنا فين هنا هنا فين تقولت ما كان من يعني كان عليا واخا هكاك واخا خرجت ليا كان عليا نحدد انا هادشي ونحبس انا هادشي خاصني في هادشي كامل ما خاصنيش ندير دوك. صافي مني قالت لي ديك الهضره نشوف خاصتي تنقول او شنو شي بصح. واش انا ملي كندخل بعض المبلغ صغير وليت كندخل مبلغ كبير وانا غير مريح. صافي دوك الطقوسات اخويا اللي درت بلت على القران ما خليت ما درت على القران بلت عليه شركتو كنشد الورقه ديال القران نشد الاوراق ديال القران وكنديرهم ما بين السليب عندي وحجري. كندير القران ما بين دوك كنشرقو كناخذ واحد اربعه ورقات ولا خمسه كنديرهم ما بين حجري والسليب عندي كنقدر نتمشى بهم عادي ندخل بهم عادي عادي نريح بهم عادي. وكنفرق في الفراش ديالي من التحت كنبغي نفرش كندير كنشارك القران نشارقو وكنفرش عادي فراش عادي كنناس بروفو. صافي اخويا بدر قلت لك مني درت هاد الشيء صافي ولاو عندي اخو بدر خدام عادي تيخرجوا ليا عادي حالي بحالهم عادي تيخرجوا ليا تنهضر معاهم عادي. صافي تا وليت كنخدم لعباد الله سبابي باش بنادم ولا كيتعرف عليا واحد الدري من العائله واحد الدري خالي. هذاك الدري خالي هذاك انا يعني قبل ما نتلاح هذا الشيء ديال السحر قبل ما انا ما نبقى نسحر لعباد الله انا اصلا قبل ما فين كنت خدام في الكنوز كنت كنمشي انا وياه عند الفقهاء وهو كان عزيز عليا هذا الشيء ديال السحر وانا كذلك كان عزيز عليا هذا الشيء ديال السحر وهذا الشيء ديال الكنوز. عندي هذا الشيء انا عندي هذا الشيء كي تقول لي الموت ولا هذا الشيء نقول لك انا غنمشي نفتح الكنوز والسحر واخا ما عرفتش شنو تجيب لي واخا غير تقول لي هنا كاين الكنز واخا هو ما كانش نحفر انا الفرح ديالي خصني نحفر. صافي انا عندي لك الموهبه خصني نحفر وصافي واخا ما نلقاش واخا نضرب سامره المهم خصني غير نحفر. انا كان عندي هاد الشيء موهبه بزاف تنزيز عليا بزاف. صافي داك الدري خالي ولا عنده صحابو عنده صحابو كيخدمو في قهوه كيخدمو بزاف شي خويا بهضر شنو نقول ما كيجيبش صافي كي كيجيبش اخويا بهضر اكثر هي اخويا بهضر صحاب القناوي صحاب الكابلاش صحاب القهوي وصحاب اش صحاب الكابلاش اه عطيتي شحال ديال الكابلاش اخويا شحال من وحده خدمت ليها وشحال من واحد خدمت ليه بحال اش مشي يطلبوا منك كيطلبوا مني اكثر هي القبول وكيطلبوا مني اكثر هي الا كان شي شاف تمايا ولا شي وحده بغات تزوج بيه ما كاملاش اخويا ما كاملاش اخويا بابا ثلاث ايام اربع ايام تي كيولي السيد تبعها البلاصه تقدر ما تجيبش لي السميه ديال مو ما تجيبهاش لي نهائي جيب لي غير التصويره ديالو الصوت ديال الاوديو ديالو يعني غير بالصوت والتصويره تقدر انه يتخلق غير التصويره ديالو والصوت ديال الاوديو ديالو الا كان عندها في الواتساب ديالها صافي مشى صافي تسحر هذاك الوقت
خصوصا الا ما كانش كيقول في الاوديو السلام عليكم ولا بسم الله، هادشي ما كانش كيقولو هادشي صافي الاوديو ديالو مشى صافي تشد يعني الواحد عنده ما يصور. يعني فاش يقول واحد السلام عليكم وهادي تيكون اي اوديو خويا بدر كيما يكون كيما يكون التليفون ابي الاوديو فاش ما كان تجي ديما قول السلام عليكم خويا انا والله العظيم تنقول راه من قبيله وتنقول واش غنطلع ولا ما نطلعش، واش غنطلع ولا ما نطلعش مع بدر وكاكم تردد وما باغي باغي وما باغيش. علاش اخويا بدر كذب عليك؟ انا علاش هضرت مع السيده بوشرى؟ حيت هي عيات معايا قالت لي راه بغيناك تطلع بغيناك تطلع بغيناك تطلع، ولكن انا راه ماشي من خاطر، انا راه ماشي من خاطر، انا راه كنبغي نطلع وماشي ما كنبغيش، كنبغي نطلع ولكن انا راه ماشي من خاطر باش نطلع، انا راه نبغي نطلع وفي الاخر تعكس ليا ويطفى ليا التليفون، يقدر التليفون يتبلوكا ليا، يقدر بزاف ديال الحوايج. وقلت عليها قلت لها اش ديري؟ قلت لها ان شاء الله، قلت لها غادي نديرو ان شاء الله بحال الجمعه، قلت لها ما كتكونش عندي شي حاجه ديال الخيوبه، قلت لها كتكون عندي شي حاجه زوينه، قلت لها الجمعه ان شاء الله نطلع في اللايف، وقلت لها كنواعدك، وقلت لها كنواعدك وما غاديش نخويبك وغادي نطلع في اللايف. صافي اخويا بدر كتب عليك اخويا بدر عييت من هادشي ديال واخا. مثلا حنا بغينا تقولنا مثلا بحال الناس اللي سحرتي عليهم، شي واحد مثلا تقول لك انا بغيت هذا حمار، بغيت هذا مرت الراجل بغات تسحر راجلها، هادشي تا هو يكون داز عندك ولا لا؟ داز عندي اخويا، داز عندي هو ودرت السحر ديال الدمار، السحر ديال الدمار عاوتاني تا هو درتو نيت تمانيت في كابلاج. يعني شو هذا حماق؟ على واحد الكابران ديال تما ديال كابلاج درتو عليه باش يحماق. اه اخويا بحضر. وعلاش بغات تحمقو؟ اه علاش بغات تحمقو هي؟ هي بغات تخويه، هي بغات تخويه من حيت هو الكابران ديال الكابلاج، هي بغات تخويه حيت الشافه ديال تما بغات تشد بلاصتو. ما بغاتوش يبقى معاها، هي دابا حيت ملي كيكون الكابران ويكون واحد الشاف زايد فوق من الشيفة الاخرين، الا حيد داك الكابران مثلا وقع عليه شي مشكل مرض ولا شي حاجه، هذاك الشاف كيطلع بلاصتو. فهمتك. وهذا هو المعادي اللي كشات عندي قالت لي حماق. كذب لك اخويا بعد نقول لك واش حماق ولا ماشي حماق، المهم ما بقاش اخويا داك البلاص، ما بقاش ما بقاش. فصونيت ليها قلت ليها فصونيت ليها قلت ليها واش عاود رجع لذاك الكابلاج؟ قلت ليها ما عاودش شفتو من ذاك النهار. الا هو حماق حماق، الا هو حماق حماق اخويا بدر، والا هو لا حبشي بلاصه راسو لا حبشي بلاصه راسو. انا هاد السحر ديال الطامر كذب عليك خدمتو بشي خدمتو شي 4 مرات اللي خدمتو وما بقيتش بغيت نخدم. وباش تخدمو؟ تنخدم اخويا بالتصاور ديالو والسليبات ديالو، الا كانت نعسان تجيب لي السليب ديالو، كتجيب لي السليب ديالو وكنخدم، ولكن كنخدم ليها الليل كامل وانا كنخدم ليها. شنو تبقى دير الليل كامل؟ شنو تبقى دير من الليل كامل اخويا بدر؟ ملي كتجيب ليا السليب ديالو راه غير السليب ديالو، الا كانت فيه غير نقطه واحده ديال البول ديالو نتحمق واخا ما عرفتش شنو يكون، ما يبقاش عنده العقل مره، ما يبقاش عنده العقل نهائيا، يولي اشد 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 زناق. نتمنى اخويا بدر هادشي حق الله العظيم، ما كرهتش دابا حتى دابا ما كرهتش كاع نقطع هاد اللعيبه هذا والله، ما كرهتش شي واحد مزيان باش يستافدوا بزاف ديال الناس. ها تنبغي نبعد من هادشي ولكن ما تيخليونيش. حد الان مازال ما بعدتيش، مازال في الطريق. ما تيخليونيش اخويا بدر نبعد، الصلاه يلا الاخر كنصليها يا اخويا بدر. هاكاك الكل كلب قدامي هاكاك كيبان ليا،
كنصلي ليه هنا. مثلا هذوك العائلات اللي تيبغيو يسحروا على راجلهم واللي تيبغي تسحل راجلها ولا شي حاجه حتى هما اخوات شنو يبغيو هما؟ شكرا والله. حتى بقى كل واحد الخدمه ديالو باش تعرف يعني مثلا بحال قلتي نهار الجمعه تنخدم فيها انا غير القبول وشي حاجه ديال المحبه بحال ليامات اخرين ايامات الاربع نهار الاربع تنخدم فيه الكره شي واحد بغى تفرق مع شي واحد بغى ولدي كره جميع الكره كندير فيه السحر الضمار في الليل السحر الضمار ما نخدموش لك بالنهار نخدمو لك في الليل حيت في الليل هما تيهبطو هما تيديرو خدمتهم في الليل يعني كل نهار اخويا بادروا الخدمه ديالو حيد لي غير الجمعه والاربع هادو هما اللي مكاربين مع بعضيات وما اللي ما الاخرين تقدر تقول بحال بحال كل يعني عندي تقدر تجي عندي وحده كاع في نهار الاثنين نهار الاحد تخدم لي الخدمه اللي بغات غير ما نخدمش لها شي حاجه ديال الطامر والقبول كنت بجوج نهار الجمعه تقدر تجي عندي المحبه غير المحبه هي اللي الاخرى تجي عندي نخدمو لها ولكن القبول ما نخدموش لها القبول نهار الجمعه. لا هي لاش مش يبغوا يديروا لراجل الازواج ديالهم مثلا اخويا بدر اكثر هي اخويا بدر كاين اللي كتثقف اخويا لحجرو بزاف ما يقيمش اخويا بدر ينعس مع وحده اخرى ما يقيمش ما ينوضش ليه نهائيا ما ينوضش ليه يمشي معاها ويفصل ويدير ما يدير ما يخلي ما يدير ويحيد ويجو ويلحق لتلبسه ما ينوضش ما يقدرش يدير شي حاجه. شنو هي اخيب حاجه درتيها؟ السحر الضمر اخويا بابا. شي واحد اللي عرفتي راه بصح حماق. هذا هو الذنب الخايب هذا هو الذنب الخايب اللي درت في الحياه ديالي انا. ما الذنوب الاخرين اخويا بدر اكثر هي كنتزوج اكثر هي كنطلق اكثر هي كندير القبول شي وحده كتبغي شي واحد ما باغيهش. الطلاق مثلا. كيفاش تطلق مثلا شي وحده تجي تقول لك بغيت هذا يطلق من هذا البلاصه اخويا بدر مثلا شنو صوب لي هذا مثلا شي عاودني شي مواقف اللي تيطراو ليك شي المواقف اللي تيطراو ليك شنو شي قصص يوقعوا ليك كلشي يدير شي اللي كتبغي اللي بحال دابا شي وحده كتبغي تطلق اخويا بدر شي وحده كتبغي تطلق من راجلها كتبغي تطلق من راجلها كتجيب حوايجو ديال داخل وكتجيب إذا كان هو مشط من شي مشطة وباقى الزغب ديالو لاصق في داك المشطة كتجيب التصويرة ديالو ورا خلاص راه هي عارفة السمية ديال المو السمية ديال السمية ديالو فاش تبغي تطلق منو وتدخل هي المحكمة كنعطيها كتاب كتدخلو معاها تدخل المحكمة كتخرج مطلقة واخا شي وحدة اللي بغى مثلا شي وحدة بغات تطلق راجل مع مراها مع الراجل مع مراتو ولا شي حاجة مثلا لا هي شي قصة وقعت لك مثلا الراجل مع مراتو بغاو يطلقوهم وعلاش بغاو يطلقوهم شي مواقف ترى بزاف اخويا بغيت نرجعو عندي بحال هاد المواقف يعني شحال قدك تعقل اخويا بدر يعني كنتي شحال قدك تعقل راه كنا نهار كنخدم خمسة الناس سبعة الناس مية الناس وهكاك وما تنبغيش نكثر على راسي غير باش ما نعيقش راسي من الناس الجيران بانه انا كنخدم يعني شحال قدك تعقل يعني انا الحاجة الوحيدة اللي دمرتني وخلاتني ندمر هي السحر ديال الطامر اخويا بدر هي اللي دمرتني بزاف واخا عاودنا شي انا بغيتك تعاود لي شي حوايج اللي وقعوا ولا اللي طرا ولا اللي عارفه شي حوايج وقعوا يا عارفه ما خلاص ابا يدير نفتكر راه ملي كنتفكر واه
شنقول لك بس اخويا واحد السحر واحد السيد ديال التمار اخويا درت شوري داك السحر ديال التمار شنقول لك اخويا بعد تخيل اخويا بعد حاشاك تخرج من دارو عريان عمرك شفتي شي واحد خارج عريان من دارو حاليا دابا راه هزينو داو السبيطار ديال الحماق مسكين وشكون اللي سحر له شكون اللي بغى يحمق لا زعما شكون اللي بغى شكون شكون هذا اللي جا عندو باش يحمق مراتو نيس مراتو امرو وعلاش بغات تحمق راجلها على الورد باش تورتو على الورد دير ليه الفلوس على الورد اخويا بدر هو كان هو صراحه هو صراحه كان قاصح معاه كان قاصح معاه بزاف كان تاوتي ماشي شي واحد اللي كتقول مع اللي فيها ولا تكون زعما كيطلع فيها وتيخرجها والو انا هادشي اللي قلت ليا والعلم لله انا ما شاهد على حتى شي حاجه كتقول لي لا راه ما طلش فيا لا هادي راه كتكرفس عليا وشوفوا شحال عنده ديال القطارات واش عنده ديال الفيرمات شحال عنده قلت ليها دابا شوفي قلتها دابا الفقيه ملي كتمشي عنده الفقيه ملي كتمشي عنده ما تيبغيش بحال هاد المشاكل تبقى تعاودي لي صافي تخرجي عندوني شي حاجه بغيتي ديري السحب الطامر اش سميتو فلان صافي خدم ليه الله يعاونكم شد فلوسك سيرتي في حالاتك انا هادشي ما تنبغيش ندخل ليه علاش حيت ملي كاين انسان تيجي تيعاود ليا بحال هاد المشاكل انا كنبقى مريض وكيبقى فيا هو ولكن انا الا ما خدمش ديك الخدمه كنعرف راسي انا واك الله صافي ديك الليله فهمتك إلي ما خدمتاش وحنيت في داك السيد أنا ديك الليلة غادي ناكل لاصا وعينيا غيتغمضوا وما غيتفكوا معايا ما يتفكوش معايا حتى وكان نخدم لي واخا صافا أخويا بدر خدمت ليها واخا كمل لي حمقت أخويا بدر حمقت هيا دابا مراتو ما خلات ما جابت ليا ديالو داك الشي حوايج وجابت ليا فاش كيناس معاه جابت ليا الما ديالو يعني ما حدا كتزيد شي حوايج ما حد داك الشي كيزيد يحمقو ما يبقاش عنده حتى العقل ولو ميليم ديال العقل ما يبقاش عنده اخويا صافي خدمت ليا هذيك الخدمه انا درت خدمتي شديت راس بيا هي حمقاتو على الورث اخويا بدر على الورث ولا ودك الفلاحه ولا ود هو عنده ما نقولوش ما عندوش هو عنده داكشي اللي شفت اللي جابت لي داكشي هي على حساب الورث ديالو عنده لاباس لي السيد لاباس لي وما تقدرش دابا حاليا زعما تردو بعقلو وتحيد ليه داكشي اللي كنتي داير ليه إلى رجعت أخويا بدر داكشي قلت لك أخويا بدر إلى حيت لي أنا داكشي غادي نتأدى أنا غادي يرجع ليا كامل يرجع ليا داكشي كامل أنا ما غاديش يرجع للمرأة عنده ولا غادي يرجع ليا كله على حسابي أنا إلى رجعت حيت داكشي أنا عارف راسي ديك الليلة ما غادي أنا عارف راسي غناكل العصا ديك الليلة لعيني ما غيبقاوش عندي واحد من عائلتي في الدراري الصغار طربية هذيك غادي تتأدى واخا شحال من مرة خويا بعدا تتأدى ليا ولد أختي شحال من مرة ماشي مرة ماشي جوج والمشكلة أختي عارفاني كيف كبيت اخت ديالي انا عارفه اني كنخدم هادشي وتخيل ملي كتشوف ولدها مرض كتقول لي يا حمزه راه فلان مرض
نهار من نهار ما كنخدمش نهار من نهار ولدها تيمر. واخا وعلاش زعما ما مفكرتيش بانك تعتزل دابا حاليا هادشي الساحر وتبعد كيما دار محمد وكيدار ديال طريق اكادير الا سمعتي القصص ديالهم حتى هو دخل بمحمد بانك تبدا صفحه جديده وكيف ما كانت العواقب لانك عارف بان العواقب ديالها تكون خايبه زعما علاش ما تبعدش. شنقول لك اخويا بدر انا راه كنعيا بغيت نبعد من هادشي ولكن انا ما حد ديال الله بديت شدوني اخويا بدر واحد الشده اللي ما تتخيلش ولدرجه انا ماشي غير بديت غير بشويه بديت بواحد الدرجه بديتها بالجهد يعني درت واحد الطقوسات ودرت وعيبت بزاف الدين عيبت بزاف. وحاليا انك ما تتامنش انت حاليا مشرك بالله يعني ما تتامنش بالله. صراحه من قلبوش الله صراحه كان عبد نسي مع خويا بدر مني كان بغي نفكر مني كان توضى كان توضى الوضوء المقلوب كان توضى كان بغي نصلي داك الشي تيبان ليا قدامي راه كنصلي عليه. شنو اللي تيبان لك؟ تيبان ليا الكلب اخويا بدر. يعني تتصلي الكلب؟ كنصلي الشياطين اخويا بدر كنصلي ليهم ما حدي كنصلي وما حدي كنعيب اخويا بدر في الدين شي كامل كاع ما حدي كنزيد نعيب انا في الدين ما حد داكشي كيزيد يكثر عندي لدرجه كنكون غادي شي بلاصه ما واخا ما نكونش هز معايا فلوس ما كنحسش براسي ديك الكراسي شي واحد وقف عليا ركبني على السميته للدار تخيل اش اخويا بدر سهل تخيل هما تيسهلوا عليا بزاف بهاد الدرجه باش ما نبعدش على هادشي نهار كان نهار النهار اللي ما نخدمش فيه نهار اللي ما نخدمش فيه كيتأذى ولد اختي ونهار اللي ما كنخدمش فيه انا كنمرض فيه وداك النهار كيدوز عندي معكس وكله مشاكل نهار كنخدم الغد اللي نخدم كلشي كيدوز عندي ميسر. واخا بيني وبينك زعما بصراحه بيني وبينك بصراحة عبد الحميد الداخل ديالك زعما راضي على هاد الشيء وباغي زعما ما الداخل ديالك مرتاح على هاد الشيء. خويا بدر انا كنقول لك راه انا براسي ما حاملش هاد الشيء كنقول لك راه انا بهاد الشيء بهاد الطريق هادي كرهت النهار اللي تحيت فيه الكنوز اخويا بدر حيت طريق الكنوز هي اللي كتخليني نزيد نتلاح على هاد الشيء يعني في طريق الكنوز اخويا بدر هو اللي خلاني التحيات طمعت بزاف عافاك باش ما يتبلوكاش لايف كلشي دير جيم وبارطاجي عافاك وكلشي خلي لي دابا حاليا كيجيو عندي دراري ودريات عاولاد المدرسه ولاد المدرسه تخيل ولاد المدرسه كيجيو عندي كيجيو عندي كيقول لي بغينا نصاوبو داك الفلان بغيتو يبقى يبغيني لك الدرك عرف الدريات يكونوا بصاحبات يكونوا يلا بادي وانا ما تنقدرش نرد واحد فيهم داك النهار يدوز عندي كحل يعني ما عنديش حق البنات الصغار حتى هما تيسحروا حتى الاسبوع اللي فات رقعت وحده بمشكل بسبب هادشي تسحرت هي الله عندها شي 16 عام وناض بغات تسحر الاستاذ ديالها يلا داس 14 عام اخويا 14 عام اخويا بدر 14 عام 15 عام كيجيو واخا عبد الحميد بحكم تاعنا في الدومين والناس يتفرجوا فينا وربما لعل وسبب ان الناس تدعي معاك ونتمنى كل شيء يدعي معاك بالهدايه وربي يعفو عليك من هذا الشيء هذه تنقول لك من قلبي تنتمنى انك تعيط لي شي نهار كما عيطنا محمد وانه تبع حتى هو فاش عيطنا كان مزاج يسحر للناس ولكن دازت عام بالضبط عيطنا قال لك انا ما بقيتش نسحر رجعت بالعكس ندير رقيه للناس وبعدت من داك الشيء. شنو من النصائح اللي تقدر تعطي الناس يتفاداوهم ردوا البال من هادي ردوا البال مثلا هادي باش تعرف راسك راه سحروا ليك شي حوايج مهم يتنصحوا الناس اللي تيتفرجوا فينا يردوا منها البال الى لقيتي هادي راه سحر
الى ما تعطيش حوايجك لان يقدر يتسحر الشعر، لان بزاف هادشي تنشوفو انا البنات ما رضيش منه البال. شي نصائح اللي ما حد كلشي تيتفرج فينا؟ اقل حاجه اخويا بدر، اقل حاجه الواحد الا كان الا شتي غير شي واحد دابا حاليا كيدخل للبيت ديالو كيطفي الضوء، زيد عليه غير الظلام، زيد عليه غير الظلام، عارف يمسحو، عارف يمسحو اخويا بدر. صح، غير تشوفو تدخل للبيت تفضو، مابقاش ما كيحمرش اكثريه، ما كيحمرش الضوء، زيد عليه غير بلاصه اللي خاويه، وزيد عليه غير الظلام، هذاك مسحوه. كنصح بزاف، كنصح بزاف البنات، لا بنات لا ولاد، كنصحهم بزاف. طابلية هي الاخر ديال المدرسه، ما تبدليهاش، ما تعطيهاش لصاحبتك، ما تعطيهاش، ما تعطيهاش طابلية، ما تعطيهاش. حوايجهم، حوايج الحوايج، حوايج مال الحوايج، وياك 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 نتوما، وياك الحوايج. واحد اللعيبه كانت صفطت لي، واحد كانوا بغين يطرحوا بزاف الاسئله يطرحوها على محمد، وقالت لي واحد السيده واش أن ممكن من الماكياج يتسحر الواحد، تجيب لك شي وحده ماكياج تقدر تسحر لك فيه. قالت لي انا واحد السيده شنو دارت، قالت لك عطاتني وجابت لي واحد الكادو بدون مناسبه، والطريقه باش بدات تهضر معايا دخلتني الشك، يعني جاني داك الشيء غريب من الاول، وقالت لي هكا هذا الماكياج بقا ديريه وراه زوين. قالت لي اين فوا درته نض ليا الحبوب بحال تحرقت، ما بقيتش مقبوله، حياتي تبدلات ولا تدمر بسبب داك الماكياج، ممكن ولا لا؟ خويا بدر هذاك الشيء راه الا شدت غير الماكياج ودارته في وجهها راه ماشي غير نوض فيها الحبوب، راه ماشي غير راه وجهها راه يتفلح، يتفلح الا ما جراتش على راسها، الا ما داواتش راسها وجرات على راسها. ماشي داوي هادشي عن طبيب، ما انا كنقولها ونعاودها، ماشي غير اللي استحر ولا اللي وقع عليه شي مشكل ولا اللي سخف ولا اللي ناضت ليه حبوبه غير هكاك، وينو اللي تم غادي عن طبيب؟ ما خاصوش يمشي عن طبيب. صح، هادشي راه كاين طبيب عنده حوايجو كيداويهم، ولكن كاين الراقي عنده حوايجهم كيداويهم. يعني الماكياج راه طبيعة الحال، الماكياج اخويا بدر راه باينه، الماكياج راه باينه، راه الا درتي لوجهك راه صافي، انت بحال شديتي السحور كليتي غير هذاك، غير هذاك لا هو انت درتي لوجه، غير هذاك لا هو انت درتي لوجه. ديال الحوايج اللي تيتسلفوا الحوايج من بعضياتهم، والنشاط ديال الشعر، هذه هي اخويا بدر، هذه هي اقل حاجه، شي اقل حاجه اخويا بدر هي تعطي حوايج، اقل حاجه هي تعطي حوايج. يبا الا نطي، الا نطي نتايا وعطيتي لشي واحد مثلا جا عندك ضيف، عطيتي مثلا غير المايو ديالك لبسو، لبسو وداه، هذاك كاع ما تبقى تقول لي عليه شي حاجه، صافي هذاك الا دالك غير المايو صافي، نسى راسك نتايا، صافي عرف راسك راك مسحور، عرف راسك راك سحرتي، الا دالك المايو وما رجعوش عرف هذاك راه سحر لك به، واخا هو لابسو وكي لبسو هو صافي، لدا عارف راك تسحرتيني. يا عبد الحميد، يا عبد الحميد بصراحة بغي موقس قصة ويا ويا بدر، نضيف لنا شي حاجة؟ ندمت خويا بدر، ندمت واحد الندم بزاف والله، تلاحيت لي وهادشي انا اللي كيعصبني، تلاحيت لي وانا صغيرة خويا بدر، تلحقيات شق ويا بدر انا صغير، ما خصنيش نتلحقيات صعيبه، هما واحد انا صغير كنشوف شي حوايج، تخيلش اخويا بدر كنشوفهم نهار اللي ما كنخدمش، نهار ما كنخدمش اخويا بدر تنكون قاعد بوحدي في البيت، حتى كنلقاهم واقفين عليا نوض تخدم، والتليفون اذا كان تلفوني، التليفون اذا كان تلفوني ما كنحس براسي، كنلقى راسي جاوبت بنادم. هما تيبزو عليك هما تيبزو عليك هاد الشيء، هما تيعطيوك تيجيبو، هما تيجيبو هما 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 تيجيبو الناس. تخيل انا نقول لك، انا نجي عندك نقول لك كاين واحد السيد فلان فلان، غير حد ينطق لك السيد فلان فلان فلان، هما تخيل، تخيل هما تي كيشدو بنادم كيجيبو لك. يعني والكلمه اللي قلتها لبنادم نقول لي 10,000 درهم يحطم، قول لي 5,000 درهم يحطم، قول لي 3,000 درهم يحطم، قول لي 2,000 درهم يحطم،
ولكن الا قلت لي الثمن الا قلت لي الثمن عرف بانه خدمت لي خدمه قلت لي الثمن خلاص خدمت لي خدمه ويا بدر ما كتكملش 3 ايام قلت لي 3 ايام 4 ايام كتقضى لي هو الشغل ديالو اكثريا انا دابا حاليا اكثريا حاليا يعني بلا ما كيجي عندي كيصيفط لي غير على واتساب واتساب كيصيفط لي راه المره هذه ديال الواتساب راه قالت لي السيده راه غادي تصوني لك فيها قلت لها واش نصاوب واتساب اخر غير باش تصوني لي انت هي حيت انا هاد النمره هذه هاد النمره هذه ديال الواتساب ما كنعطيها لشي واحد يعطيو لي الناس فيها الناس اللي مهمين بحال ديال الخدمه هادو دابا غير من الواتساب تيتواصلوا معاك فيها يتواصلوا معايا كيتواصلوا معايا كيصيفطوا لي غير فلوس صافي في البلاصه كيتقضى الشغل كيصيفطوا لي مثلا نص كندير معاهم ولكن كندير معاهم قبل ما ندير معاهم كنكون شاد انا السميه ديال ما وديالو هويا كنقضي ليه الشغل ديالو كيصيفط لي الامانه كيتقضى لي الشغل كيتقضى لي الشغل كيزيد يكمل لي الامانه ديالي نهار ما يكملهاش لي نهار عرف راسو هذاك السيد بصفت لي عارفه بانه صافي غنحمق هذاك اللي ما يصيفطلكش فلوسك وما عمر شي واحد صراحه دا ما عمر شي واحد ما عمر شي واحد زعما خوا بيا ولا صراحه انا صراحه بينو وبينكم عفوا محمد الحميد بصراحه ربما يمكن هذه السبب باش تدخل لك كاع للجنه واش هادشي الناس كاملين اللي تيسمعوا واش هادشي فيه خير ولا ما فيهش خير اللي تيديروا هاد الناس هادو تسحر وهادشي اخويا بدر اش هادشي راه والله العظيم راه عاد بنادم كيزيد يدمر حياته وصح والله كيزيد يدمر حياته اخويا شي يا صاحبي كتخدم لواحد انسان انايا كنشد الفلوس كنطبهم واحد كيتقضى لي الشغل وانا انا كنتعذب كنت كنتعذب اخويا بدر ملي كنتفكر هادشي كنتعذب علاش عبد الحميد زعما ما تحاولش كيف ما كانت النتيجه على الاقل كيف ما كانت النتيجه كيف ما كان يمكن غتكرفص غتعذب تعدى انت تعدى الناس اللي قبل ولكن اديت اخويا بدر اديت بزاف واديت بزاف العيالات الحاملات بزاف اخويا بدر كيفاش اديت العيالات الحاملات شحال من وحده طيحت لها ولدها اخويا بدر كيفاش شحال من وحده اخويا بدر طيحت لي الولد ديالها طيحتو ليها بحالاش تقدر تشرح لنا اكثر حتى كيقرب يتولد واخا تبقى لي يومين ولا نهار غير يتولد كنطيحو لي يعني تجي شي وحده تقول لك بغيت هذيك ما تولدش اكثريه خواتات اكثريه خواتات كتكون شي وحده اختها حامله وهي ما كتولدش ولا كتكون شي وحده مزوجه غير كل واحد بحال اللي كتير خوت واخدين الدرية هذه من هوك وحدة من هوك بحال اللي وحدة كتولد وحدة ما كتولدش كيكونوا منافسات بزاف والكره 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 واحد الكره لدرجة اللي ما تخيلش أنا داك الكره هما يمني كيذكروا لي داك الشيء أنا ما دق إلا إلا قالوا لي هما خدم لي طمار غادي نخدمه قالوا لي خدم لي القبول غادي نخدمه قالوا لي خدم المحبة غادي نخدمه أنا ما نقدرش نقول لهم لا أنا إن فوا غادي نقول لا أنا غادي نمرض مرضى خايبة وغادي ونصدق المرض معايا حتى ولد خويا ومني كنشوف ولد خويا مريض كنتعصب حيت أختي عارف يعني فاش خدام نهار كنهار كيمرض ولد خويا كتصوني لي كتقول لي فلان راه فلان ولدي راه عاره مرض ليا بزاف نهار كنوض نخدم نهار كيولي بخير مزيان صحيح ولاو تيهددوني اخويا بابا تيهددوني الناس اللي دازو قبل والقصص اللي دازو قبل وتا هما كانوا في نفس الشيء اللي انت فيه يا خويا بابا نقرب من هاد الشيء اخويا تنبغي نتهرب من هاد الشيء تنبغي نتهرب كيف ما كانت النتيجه حتى الناس في لي كومونتير كل شيء تيقول لك تخيل اخويا بدر راه ولد خويا راه ولد اختي تخيل راه العين ديالو كتغمض الفم ديالو تيعواش راه تيقول لنا راه الا ما رجعتيش تخدم هكا غيبقى حياته كامله راه مني انا كنشوف ولد اختي هكاك راه بالزمن اللي كنوض نخدم هما تيهددوك وحتى لين دابا السؤال ديالي حتى لين واخا
الى متي من غدا الى متي من غدا تسونا من الله اخويا بدر انا حاجه وحده والله انا على طلعت معك في اللايف راه قلت لك راه يوم معايا باش نطلع معك في اللايف ما بغيتش نطلع في اللايف ما تخليونيش نطلع معك تخليونيش شي مني نهار كيعرفوني غنتلاقى مع شي واحد بحال ماكا بحالك ما تخليونيش نطلع. نتمنى كاع الناس اللي في لي كومونتير تيقولك غير بعيد دعوه مستجابه كلشي داعي في لي كومونتير لعل وعسى كلشي لي كومونتير اللي تبرج فهاد اللحظه ما خسر والو كلشي داعي مع ربي انه يعفو عليه من هاد الطريق هادي ويبعدو من هاد الطريق هادي ويعينو باش انه يتقوى ويبعد من هاد الطريق. عافاك لي كومونتير كاملين فهاد اللحظه كلشي داعي معاه. نتمنى عبد الحميد نتمنى من الله سيدي الاكادير وسيدي الاطلس حتى هو والحمد لله تبدلوا وبدلوا ديك الطريق وبداو صفحه جديده في حياتهم كما فرحونا هاد الناس. بغيتك حتى انت شي نهار تعيط له ولقاك باللي بعدتي من هاد الطريق. كنتمنى خويا بدر من الله وكنتمنى خويا بدر لان من اصل كنتمنى من الله خويا بدر يا اخويا عبد الحميد انك تقابل الله في هاد الطريق هادي راك عارف بلا ما نحتاج نقول لك يخليونيش اخويا بدر تخليونيش كيف ما كانت النتيجه حيت نهار غتوصل عندك ما غتلقاش باش تجاوب ما غتلقاش باش تجاوب عبد الحميد اخويا بدر والله ما كرهت شوف انا دابا حاليا الخدمه كنخدمها انا حاليا دابا الخدمه كنخدمها مر يقرب الفجر خصني نحس الصعيبه تاعي خليكم الا كانت عندي شي خدمه إلا كانت عندي شي خدمة تقرب الفجر خصني نحبس قبل ما يكون الله كبر ساعة قبل ما يكون الله كبر ساعة. أنا أعرف بأن الله حق مادام أنهم تيحاربوك تعرف بأن الله حق وبأن الله كاين هم يأدم تيقولوا لك أنا ما دير شي حاجة اللي فيها الله إذا بالعكس بقولك جهنم. عبد الحميد ما شاء الله لي كومونتير كاملين في هذه اللحظة الآلاف ديال الناس تقريبا 1200 شخص في هذه اللحظه تخيل 1200 شخص تيدي معك في هذه اللحظه انا ربي يعفو عليك وانك تبدا صفحه جديده في حياتك والله من قلبي تنتمنى شي نهار تعيط لي بديتي صفحه جديده. كنتمنى من الله اخويا بدر والله انا علاش عيطت لك انا عيطت لك زعما غير على اساس الا كان شي شيخ كبير ولا شي واحد اللي كيقدر يتحاد مع هاد الناس هادو إلا كان شي واحد يقدر يساعده في هذا الموضوع هذا وباش أنه يبعد شي شيخ أو لشي إنسان داعية أو لشي واحد قدر أنه يساعده يتواصل معنا عبر الصفحة الرسمية BOD-EXPASS-HELI يكتب لي بغيت الرقم ديال عبد الحميد ونعطيكم الرقم ديال عبد الحميد. يا عبد الحميد والله من قلبي أنا غنتظر الاتصال ديالك حيت غير هاد الدعوة ديال هاد الناس تنظن غيوقفوا معاك. ودي الله خويا بدر في قلوبكم خيرا يوتيكم خيرا بلا شك بانك الدخل ديالك ما راضيش على هاد الشيء. درجة اخويا بدر شحال من مرة تكنبغي نتزوج وما تيخليونيش انا دابا حاليا محروم من الزواج اخويا بدر. خدمة دابا حاليا في صوني ليا شي واحد صوني ليا ما نقدرش نقول ليه لا ما نقدرش والله حط لايك حتى الناس اللي في اللايف ولا الناس اللي تيتفرجوا في هذا الفيديو كلهم غادي يشاركوني. نتمنى منك انك تعاود ترجع ونهار ترجع تفك دوك الناس كاملين اللي حماق والله. كان واعد تخيلتي راسك راك في خويا بدر كان وعدك اخويا بدر تعطيتك عاد الله ونهار نهار اللي نتوب نهار نتوب قلت لك نهار نحيد داك الشيء كامل نحيدو يعني شي حوايج ما يقدرش يتحيدوا ليا حيت لحتهم في البحر شي حوايج دفنتهم في المقبرات يعني شي حوايج تلاحوا كاع في الويدان ما نقدرش هادو نجبدهم تقدر شي حوايج اللي انا المقبره تلاح فيها شي حاجه مقبره هي الاخر مقبره هي الاخر انا حدايا هنايا في عين عتيق لحت فيها عين عتيق تمارا بحال شنو تدير في هذه المقبره هذوك انواع شنو تتلعب تتحفر وتتحطهم مع الميت
الانسان تاع كيكون تكون مقبره خاوي عادي، كندير راسي غادي كنهز بوديزا، كندير راسي غادي نزور الكوب مويها على اي قبر كيما يكون، صافي الكوب مويها عليه، صافي كندير راسي كنسقي فيه باش ما يشوفكش الاساس ولا شي حاجه. كندفن داك كندفنها تقريبا قريبه، ما كتكونش بعيده 30 سنتيم 40 سنتيم باش كندفنها. كتدفن صافي شي وحده، شي وحده بغات تزوج بشي واحد للابد للابد، كندفن يعني سيني ما إلا بغيتي شي واحد تزوج بيه ما عمرك تفارق معاك غير هو ولا انت، كندفن داكشي كندفنو ولا كنلوحو في البحر، وعمرو ما يتفارق معاك وما عمرو ما يشوف من غيرك واخا يجول ما عرفتش، واخا تجيبي ليه واخا تجيبي ليه 4000 مرة ما يشوفش من غيرك. تنتمنى انك تفكهم اخويا محمد، اخويا ديما تتمسلي مع محمد خويا عبد الحميد، والله تنتمنى انك تفك دوك الناس ودوك اللي حماق، وتنتمنى وديهم معاهم ان ربي، وتنتمنى من الله الدريات والعيالات والبنات كاع اللي اديتها واللي حمقتها، خصوصا العيالات الحاملات اخويا بدر يا ربي تسمح لي، راه ملي جيت نشوف كنلقى راسي قاتل الرواح اخويا بدر، قتلت الرواح اخويا بدر ماشي غير الروح اللي قلت لك قاتل، راه قاتل الرواح ديال بصح. كان انسان كتعيط لي غير في التليفون كتقول لي واش فلان هذا، تنقول لها اه فلان هذا صافي. حدا كتجي عندي هنا في الطوموبيل قدام الدار، ما كندخلهاش انا للدار، يعني انا ما كندخلهاش الدار غير الا كانت غادي تخدم شي خدمه كبيره، الا كانت غادي تخدم شي خدمه كبيره كندخلها للدار، وكيطلبوني تنزني معها، واخا كيطلبوني نزني معها واخا تكون مزوجة مع العيالات، مع العيالات، مع العيالات المزوجة يقول لك خاصك تزني معها وتا هي توافق. اه هي كتوافق، وبلا ما توافق هي، بلا ما توافق هي كتلاقى معايا كتوافق بالزمنة بالزمنة. هما تيكونوا معايا ديك الساعة، واخا كتلاقى معايا هي كيكونوا معايا، وانا كنكون هز معايا داك اللي سميتو، واخا ما عرفتش شنو يكون، واخا ما عرفت، واخا تكون شي وحده ما كتمشيش مع الرحل تجي عندي تبكي معايا صافي، تزني معايا كندير لها الخدمه ديالها داكشي اللي بغات، كتعطيني الامانه ديالي داكشي اللي كنطلبها، واخا كتزني معايا حيت انا واخا كتزني معايا ماشي انا اللي كنتمتع، باش تكون عارف اخويا بدر الجن اللي تيتمتع. كيتلوى لي اخويا بدر في حجري، كيتلوى لي في حجري صافي، هو كيتمتع صافي اخويا بدر. انا حاجه وحده كتجي عندي المراش كيما يكون نوعي، الا كانت عندها الخدمه كبيره كان كيطلبوني نزني معها، هما تيبزوا عليا انا نزني معها صافي، كنزني معها اكثر هي من النهار صافي، كنزني معها اخويا بدر صافي، كتدخل عندي تال الدار، والا كان شي حاجه شي خدمه كبيره كندخلها تال الدار، وكندخلها تخبيه صافي، كدير معايا داك الشروط ديالها، كنقول لها صافي سيري فحك شغلك انا غادي نخدمو لك، نهار فلان فلاني غادي نعيط لك، دي هادشي ديالك وخليه عندك، ولا كنقول لها ديري تحت شي حجره كبيره، ولا كان عندها شي لوغار عندها محلول تحطو فيه وتسدو، يعني ضروري يكون الى عيله عطيتها شي حاجه بحال اللي قلتي، عطيتها شي حاجه ديال على حساب راجلها، خاصة تحطو عندها في الدار، ما يخرجش داك الشيء اللي عطيتو ولا ما يخرجش من الدار. سبحان داك الراجل، داك الراجل صافي كيدور تيقنع يخدم، تيعرف ربي تيخدم غير يخدم تيرجع للدار، غير يخدم يرجع للدار، ما يمنوع يخرج. فهمتك. صافي يخدم يرجع عند مراته، صافي قالت لي نوض قالت لي جلس صافي. وبالتالي دارتها هي وجهنا وخانا وجلس ودارو، ولكن تالي العواقب ديالها انا شركات بالله راه صعيب اخويا عبد الحميد. ما شاء الله كلشي في لي كومونتير تيدعي معاك، كلشي بصراحه من قلبو تيدعي معاك، وتيقول لك ما كرهكش انك تطلع معنا شي مره، ولقاوك بان بعدتي من الطريقه عبد الحميد. اتمنى من الله اخويا عبد الحميد اخويا بدر، والله كنتمنى من الله علاش حيت تعذبت اخويا بدر وتكرفصت، وتم الزواج ما تزوجت اخويا بدر ما خلاونيش كامل. فهاد اللحظه 1000
و200 واحد تيدي معك في هذه اللحظه، حراك ملي تنسالي والله فحراك راه تنوصلوا حتى المليون واحد يقدر يدي معك. ونتمنوا ان ربي يعينك ويقدرك. الله يجزيك بخير. نتمنى تعيط لي شي نهار اخويا عبد الحميد ونلقاك كيما فرحونا ديال اكادير وديال الاطلس، تنسى تعيطنا وتفرحنا. واخا كنتمنى اخويا بادر بالله وبارك، كنتمنى من قلبي وكنتمنى من الله كلشي دايم مع عبد الحميد. عبد الحميد تنشكرك بزاف لانك شاركتي معنا القصه ديالك. تنتمنى تعيطنا ولقاو عبد الحميد واحد اخر ان شاء الله اخويا بادر.